للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس أحمد السخاوي، خبير تكنولوجيا المعلومات. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني كيف ترى اهتمام الشركات العالمية التكنولوجية وشركات الاتصالات بمسألة الاستثمار في مصر؟ احنا بنتكلم هنا عن 4 شركات عالمية كبرى. الحقيقة هي خطوة مهمة جدا جدا في طريق يعني الاعتماد على الاقتصاد الرقمي وتطويره والاستفادة منه عالميا. نعم. بنتكلم اصلا في حوالي 6 تريليون هو حصيلة الاقتصاد الرقمي عالميا. طبعا فكرة ان احنا نعتمد عليه ونبتدي ان احنا يبقى عندنا اعتماد تكنولوجي وتقني عالي جدا فيما يتعلق بالاقتصاد تحديدا الخاص او المبني على تكنولوجيا المعلومات، فهي خطوة كويسة. فبنلاقيها احنا هنا بنتكلم في ان كبرى الشركات، لما انا يبقى عندي الشركات بتبدأ ان هي تبص للسوق المصري وتبدأ ان هي توضع استثماراتها فيه. نتكلم هنا ان عندنا رقم واحد في عماله طبعا، او في مهندسين او في عمال او في تقنيين، هيبدا ان احنا عجله الانتاج طبعا من خلال الشباب المدرب المجهز اللي اصلا وزاره الاتصالات الفتره اللي فاتت كانت حريصه على تطوير ويعني فكره الاستثمار في القوى البشريه، واللي بالتاكيد هيبقى احد العوامل المهمه جدا 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 في فكره جذب الاستثمارات. لان هنا اي مستثمر لما هيجي مثلا عندنا في بلدنا ويبدا ان هو يستثمر، هيبدا يبص شبكه طرق موجوده وتقدر ان هي تساعده لو بقى في اي عمليات نقل، هيلاقي مهندسين قادرين ان هم يقوموا باي عمليات انتاجيه. وخصوصا ان لما انا هستثمر في بلد واخلي مهندسي البلد يشتغلوا فيها بدون ما استعين بحد جاي من مثلا بلد خارجيه، انا قللت الكوست او قللت التكلفه، بدات ان انا اسرع عمليه وتيره الانتاج. فبالتاكيد ده بيبقى له ظلال ايجابيه جدا على ما يتعلق بالاقتصاد. كمان فكره ان الشركات الناشئه، ودي حاجه مهمه جدا انا عايز اتكلم فيها، فكره ان انا يبقى عندي شركات صغيره ومتناهيه الصغر بتدخل في قطاع التكنولوجي وتبدا ان هي تنتج، دي فكره مهمه جدا. الشركات اللي بتشتغل مثلا على ما يتعلق بالسوفت وير هي الشركات تعتبر كده في البلدي هي بتدخل فلوس بدون اي كوست. هتقولي ازاي هو اي كوست؟ ما في ناس في حاجات كتير. هقول لحضرتك ان مبدئيا الشركات اللي بتبدا ان هي تنتج حاجات زي الاي ار بي والاس تي ار ام وما يتعلق بالبرامج التقنيه او البرامج التكنولوجيه الخاصه ب ادارات الاعمال في الشركات، ادارها لبره هي تصدير من غير ما يكون عندي سلعه او عندي مثلا حاجه انا ماسكها في ايدي، فقط هي خدمه انا بعملها وباخد نظرها فلوس وبدخل عمله صعبه. فهنا بنتكلم ان فكره استغلال التكنولوجي نفسها كمنتج بدون ما يكون له ملمس مادي هي فكره ناجحه جدا. وعايز اقول لحضرتك ان هنا بنتكلم في تريليونات. احنا بنتكلم ان احنا لو بقينا يعني على الوتيره اللي احنا الحمد لله شغالين بيها وموجودين فيها، احنا فعلا الفتره الجايه نقدر نوصل كمان لان الرقم اللي بالجنيه لا يبقى بالدولار، يبقى ال 2 مليار جنيه اللي يعتبر مكسب مصر او يعني فكره ان احنا نعتمد على ميزانيه زي كده، لا ممكن تبقى كده. طيب باشمهندس احمد، يعني مساله توطين الصناعه نفسها، يعني توطين صناعة الإلكترونيات في مصر، أنا عارف حضرتك تحدثت عن الشركات الناشئة، لكن لو بشكل عام الفرص والمكاسب من توطين صناعة الإلكترونيات، وإزاي نصل لتوطين هذه الصناعة بالفعل؟ يعني مبدئيا هو طبعا لازم نشجع كل مستثمر هيجي. بنتكلم هنا في ال4 شركات وهي عنوان الخبر، 4 شركات عملاقة طبعا، مش ينفع نقول اسمها طبعا نظر للدعاية، بس بنقول فكرة تشجيع المستثمر ان هو يوصل لمرحلة ان هو خد قرار نهائيا او خد قرار خلاص ان هو بدأ يوضع استثمارات في البلد هنا، فدي خطوة هائلة جدا. خلي بالك هتلاقي كل الشركات العالمية هتبدأ ان هي تفكر، عندك مثلا جوجل او عندك فيسبوك مثلا الفترة اللي فاتت كان مكاتبهم يعتبر في بعض الدول العربية الشقيقة، ما كانش عندنا هنا، هنلاقي الفترة الجاية أماكن كتير ومنصات كبيرة جدا بتبدأ إن هي
تفكر في التطوير في الدولة أو تبدأ إن هي تحاول توضع استثماراتها هنا. بنتكلم كمان فكرة إن 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 مبدأ إن أنا يبقى عندي شركات كبيرة هو ترويج كبير جدا 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 لقدرة مصر التقنية الموجودة. خلي بال حضرتك كمان إن إحنا عندنا الأمن السيبراني هنا، ودي أحد الحاجات المهمة جدا اللي بتشجع أي مستثمر أو أي شركة كبيرة إن هي تدخل وتوضع استثماراتها. فكرة إن أنت يكون عندك بنية تحتية قوية، عندك آليات في نقل البيانات، آليات في التعامل في المشاكل مثلا اللي ممكن تكون متعلقة بالأمن السيبراني واللي مصر يعني عايز أقول لحضرتك إنها واخدة تقدمت فيه بشكل كبير يعني، وبإشادات دولية كبيرة في مسألة الأمن السيبراني. صحيح، فطبعا ده هيبقى نوع من أنواع كمان الدعاية التقنية القوية جدا لينا. بنتكلم كمان إن الدولة الفترة السابقة، ودي نقطة يعني يمكن ناس كتير جدا ما حستش بيها الفترة اللي فاتت، بس الفترة دي هتبدأ إن هي تشوف إيجابياتها، فكرة الارتقاء بالوعي الاجتماعي التقني للأفراد العاديين. نعم. دلوقتي إحنا بنتكلم، ودي نقطة يعني اسمح لي من خلال بناك حركة كريم نقول عليها، يا ريت أولياء الأمور استثمر في ابنك تقنيا. يعني ايه؟ يعني دلوقتي مثلا تحرك ابنك لسه في ثانوية عامة، ابدا ان انت خليه حتى لو هو هيتعلم مثلا او هيدخل كلية طب، هيدخل كلية هندسة، وتقرر الكلية ايه، ابدا خليه ان هو يتعلم برمجة. بالمناسبة البرمجة بتنفع في كل المهن على مستوى العالم. نعم. الطب فيه تالي ميديسين ممكن يدخل فيه ايا كان بقى الكاتيجوري ايه. طبعا ده مع البرمجة مع الكلام ده كله يقدر ان هو يزود اقتصاد مصر. ناس هتسألني ازاي برضو ممكن يزود اقتصاد مصر من خلال البرمجة؟ مبدئيا هقول لك ان انا كمبرمج انا ممكن اشتغل شركة عالمية اي مكان، واقدر اشتغل من البيت. طيب انا السالري او المرتب اللي هاخده اكيد هيكون بالعملة الاجنبية وهيتحول لي على بلدي. طيب ده في حد ذاته اقتصاد، وده في حد ذاته يعتبر صادرات، لان انا هنا بصدر خدمه باخد عليها فلوس، بالتبعيه انا ببدا ان انا اكون عنصر منتج. وطبعا يعني بنتكلم في عدد كبير جدا من المبرمجين اللي بداوا الفتره دي يكونوا موجودين. وبالمناسبه كمان وزاره الاتصالات بتقدم منح مجانيه ومبادرات كتير جدا جدا جدا. عندنا مثلا مشروع الالف مبرمج اللي كان موجود الفتره اللي فاتت وقبلها، المشاريع كبيرة جدا والمبادرات اللي وزارة الاتصالات بتعملها. نعم. حول الجمهورية كلها. فبالتأكيد عنصر الاستثمار هنا في القوى البشرية هو عنصر مهم جدا في المستقبل، بيكون أحد أضلاع. نعم. تشجيع المستثمر الأجنبي. نعم. في فكرة أنه هو يستثمر في القوى البشرية أو يستثمر في خدمات بيتم تقديمها. آخر نقطة هي نقطة إن الشركات الصغيرة برضو احنا بنتكلم، لأن هي جزء من الاقتصاد المصري. خلينا أقول لحضرتك إن الدولة برضو قامت بتسهيل كل المعوقات المادية اللي موجودة. دلوقتي حضرتك مثلا عايز تقوم بفتح مثلا شركة، تبدأ إنك فعلا تكون حد منتج فيها. دلوقتي حضرتك ممكن أصلا تعمل كارد وتبدأ فعلا تفتح شركتك، وتقدر بكل سهولة تعمل ده. فالتسهيلات البنكية اللي الدولة بدأت فعلا تعملها للناس هي خطوة. نعم. هي خطوة مهمة طبعا لتشجيع كل من يريد يعني الاستثمار في صناعة الإلكترونيات، وهو أمر مهم جدا بالنسبة للاقتصاد كما أشرت. أشكرك طبعا شكر جزيل المهندس أحمد السخاوي خبير تكنولوجيا المعلومات، كنت معي عبر الهاتف.